السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عايز أعرف، هو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ماشي بخطة؟ في تخطيط، في تنظيم، في فكر واعي الإسماعيلي رايح فين وجاي منين؟ يعني الإسماعيلي مسكه سنة 2020 ولا 2021، سنة 2023 ولا 24، هيبقى فين؟ إيه الإنجازات اللي هيحققها؟ هيسد الديون إزاي؟ هيحل مشاكل النادي الإسماعيلي إزاي؟ هل مشاكل الإسماعيلي في حاجة منها اتحلت؟ هل تراكمت؟ إيه الأسلوب والخطة اللي ماشي بيها مجلس الإدارة؟ أنا شايف إن في شكر للي بيغلط واللي بيعمل صح، أي حاجة كله بياخد شكر. يعني خوان كارلوس جريدو مدير فني بيقبض بالدولار يجي يعرقل مسيرة النادي ويوقعنا في نتائج زي الزفت ويجيب نقطة ولا اتنين ولا تلاتة ويخلينا في آخر الدوري، وبعدين نديله شكر وياخد حقوقه ومستحقاته ويمشي. معرفش كان ليه لسه فاضل فلوس ولا لأ، دي حاجة يعلمها ربنا، هتتكشف في الأيام اللي جاية. تاني حاجة، حمزة الجمل برضو خد شكر رغم إن هو عمل إنجازات مع النادي الإسماعيلي وكان سبب في إنقاذ النادي الإسماعيلي من الهبوط، شكر شكر. تاني حاجة ولا تالت حاجة ولا رابع حاجة ولا خامس حاجة، القضايا اللي دخل فيها الإسماعيلي في الفترة اللي جاية واللي هتتسبب في إيقاف القيد للنادي الإسماعيلي، زي مثلا محمد بن خماسة. محمد بن خماسة ده هل لعب شوط على بعضه في النادي الإسماعيلي؟ ده راجل جه خد اصابات وتعالج على النادي الاسماعيلي وكل وشرب وبيطالب في فلوس من النادي الاسماعيلي، وهو ما لم يقدم شيء، لم يقدم شيء. وعلى الجنب الاخر اتفرطنا في لعيبه كانت مهمه جدا زي محمد عادل ومحمد صادق، ما نعرفش مشوا ازاي دول من النادي الاسماعيلي، واخرهم احمد مصطفى اللي قالوا لعيب مش ده عيل صغير في السن يا جماعه نستفاد منه اكتر، وجبت لي ناس شيخه وناس عندها كام سنه. لا، اي تفكير واي تخطيط في النادي الاسماعيلي؟ الاسماعيلي دلوقتي دخل على حوالي خمس قضايا يا اخوانا، خمس قضايا، منهم خالد النبريسي ومحمد بن خماسه ومش عارف المحترف الارجنتيني اللي كان مشي وشلونجو مولونجو هولونجو سلونجو ده برضه. يعني انت داخل في شويه مشاكل وشويه قضايا تحل فيها، زائد قضيه نادي النجوم، زائد قضيه نادي النجوم. ايه الخطه بقى؟ ايه الخطه؟ بطاطس، انا مش فاهمها الخطه، بطاطس. دفع فلوس الناس ومستحقاتهم واللاعبين مش عارفها، حاجات مش واضحه خالص. ما احنا لازم حد كده يطلع بشفافيه كده ويوضح لنا الناس. لكن لما جم يتكلموا بشفافيه طلع رئيس مجلس الاداره المهندس يحيى الكومي بيقول لك ان الاسماعيلي سيظل يعاني طوال عمره بسبب قله الموارد. امال انت جاي ليه؟ ده احنا جايبينك مورد، احنا جايبينك تحل مش تعقدنا، جايبينك تقول لنا ان في حلول 1 2 3 4. ده الناس اللي انتخبتك، انا ما انتخبتكش، انا مش عضو في الجمعيه العموميه، انا راجل على قد حالي. لكن الناس اللي معاها فلوس يعني وعملت عضويه في النادي الاسماعيلي اختاروك، اختاروك، خدت الاغلبيه. انا ما اعرفش، انا واخد، انت واخد 600 صوت من حوالي 5400 صوت تقريبا في الجمعيه العموميه، ما اعرفش ازاي يعني، وكل واحد واخد له كام صوت. يعني حتى الجمعيه العموميه حتى ما كانتش راسي على حد ولا معتقده ان في واحد فيكم هيعمل حاجه. ولكن مجلس الاداره انت خلاص نجحت وبقيت مجلس اداره النادي الاسماعيلي، النادي الاسماعيلي اللي هو اول فريق مصري وعربي يفوز ببطوله افريقيه. نادي الاسماعيلي برازيل مصر والعرب اللي قالوا عليه سامبا، الكره الجميله اللي مش لاقيينها، مش لاقيينها. يعني خلاص 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 كده، انتوا عاوزين تكروا ان النادي الاسماعيلي يعني فريق ملوش، عاوزين تقللوا جماهير زي الاسماعيلي. هو في قاع الدوري، هو في مؤخره الدوري بيصارع من اجل البقاء، بقى لنا كام سنه على الوضع ده. انت يا حكومه جاي عشان الوضع ده يستمر؟ جاي عشان الاسماعيلي يبقى بالشكل ده؟ ليه؟ هي هو في منهج يا اخوانا ضد النادي الاسماعيلي عشان الاسماعيلي يفضل في الموقف اللي هو فيه ده؟ طب حل الازمات اللي فيها النادي الاسماعيلي دي هتتعمل ازاي؟ وهل هيستمر مجلس اداره بكل ما يفعله وكل القرارات اللي انا مش عارف هي يعني مش عارف. يعني مثلا قرار زي مثلا اللعيبه لما امتنعت عن اللعب بعد شويه، بعد اللعيبه ما رجعت التمرين اللي بعده قالك مش عارف بيشيد باللعيبه ان هي قدرت وقدمت مصلحه النادي على مصلحتهم الشخصيه ولا ناديهم. ناديهم ايه يا عم؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ فين القرار الصارم ده؟ انت دلوقتي مش عارف تاخد قرار قصاد عبد الرحمن مجدي اللي امتنع عن التمرين وقال لك ايه، ما مش عارف، انا عندي اصابه مش جاي. ليه؟ ليه؟ يعني بتحس ان في هشاشه في القرارات، هشاشه في مجلس الاداره. يعني اللعيبه بقى واخده بقى مزاجها وبراحتها، مع لعيبه غابت عن التمرين. فاي وضع فيه النادي الاسماعيلي واي حلول في الفتره القادمه للنادي الاسماعيلي واي قرارات هتتاخد في مصلحه النادي الاسماعيلي، احنا عايزين قرار في مصلحه جمهور النادي الاسماعيلي. يا اخي اعملوا اعتبار لجمهور النادي الاسماعيلي. يعني انا عايز مجلس الاداره بتاع النادي الاسماعيلي ده نداء ورساله، يخلوا عندهم شويه دم
ويحسوا بجمهور النادي الاسماعيلي، يحسوا ان ده في جمهور كبير بيشجع النادي الاسماعيلي. مش يطلع مثلا مهندس يحيى الكومي ان اشاعات رحيل لمجلس الاداره مجرد هي اشاعات من 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 جماهير النادي الاسماعيلي او بعض جماهير النادي الاسماعيلي، يعني ايه مش مدي اهميه. يعني جمهور الاسماعيلي ده يتكلم مهما يتكلم ولا يقول اي حاجه، خلاص ايه ده، هم ده جمهور الاسماعيلي بس اللي بيقول مجلس الاداره يمشي. ايه مش انتم ده اشاعات، لكن مجلس الاداره مستقر يعمل هو اللي يعمله، مفيش اي اعتبار لجمهور الاسماعيلي. قضايا كتيرة وقضايا كتيرة لازم تتوضح، عايزين شفافية من مجلس الإدارة وعايزين حل الأزمات في النادي الإسماعيلي. أنت جاي تحل يبقى تتحاسب. والجمعية العمومية أنا مش عارف، أنا بدأت أفقد الثقة أصلا في الجمعية العمومية. ليه؟ لأن الجمعية العمومية حتى تاخد في اجتماعها اجتماع طارئ لحل مجلس الإدارة، لمحاسبة مجلس الإدارة، للنظر في ما قدمته أو قدمه مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في الفترة السابقة. لكن حسبنا الله ونعم الوكيل، وكل جمهور الاسماعيليه او اغلبه بيقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وانت لو اسماعيلاوي وبتشجع النادي الاسماعيلي اكتب رايك في تعليق، واعمل لايك واشترك في القناه وفعل الجرس عشان معا ليعود النادي الاسماعيلي لمكانته الطبيعيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.